شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا شكرا يا ربي شكرا. يا بعض الشدائي كورا جماعة تبليغ جماعة تبليغ ورد مسلمين تكمدا وحنا كسحا وحبلنا قلدا إلي الددالان ويوريقان ودادك الدعوية الدين قارسياني وحوا ناكسنوز لكن وحاها بون وحا دادك اللي قارسيني يوا دين دين تين لابرتاي وباعنة كل المشكلة وعلى وسط حرموه دوي سرادة الكوبان أقوان دارو ومركي هنا أقوان دارو هذا الوقع أساسي محمد إقبال لقصوا باللابو اللي محمد إقبال هو أساسي وحالا جهل يكون أساسي وصوش هذي هوري ودجينا يينا على جهل بالودجيه كتبتو ده عداد أخردان أما التاريخ ده أخردان نو أوغانيسان سألة ده حركة انتي دي بسهول نقطه ويدوب الحساب تنطين تاسو صارع نسوه مرتين ديبني يسوس حمينه وحي قال ده عالا ديب الحساب تاين مين أنا خردوي حركة ده ميزان كده علمي يا براشا ده حوكو دارتو بطن دين بان لقارسين دين تيوين اللي يقانا دان دين تي يقون ذلك باطل بان قارسين عذر كلابان حركة ده هايسا خرافوي قفك بيأدو جوغات سامايسا لكن أصوش حركة خرافة دريقوي نوي كتابك قوين الآخر يسوى محمد يوسف الكان دهلو كتابك حياة الصحابة ما محمد يوسف الكان دهلو أبيه قبرك سواء لحابودا محمد يوسف الكان دهلو قبرك سواء لبركة يستا وعن حين كو أسيه حرون تقوه إلى أيلا ده جماعة التبليغ لده كو كجي مادة إيشيا كجي مادة بنغلاديش باكستان لما تنقض في حدد يحسيبه وحرم إن السجيب إلى غير كبري يعني وحدد وكارسيرة مرها صدرت تذكي يعني لقول لفاق دعوة الله هذا تذكي وحن هلا قال هذا تذكي دعوة وذي هذا الشرك يقول لقى صحن بحيس حيان فقط شيء لا يعطي هل كاسو كي مانا يا دان وان راعي خروج كمرة بلا ما بحي خروج بلا ما بحي لقصوا بالله سديتني يتضب سديتني 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 سغاشا ليكو مرب لما خرجوا خروج أفرت بريه أفر مع المولى طور بلول عن رعي وحان كان الله يوانا قانا وحان كنتقي محاضرات هل كان يكتشي ذينا ينرق هو وين مفتين توجبين مفتوق بان كان لكن باكستان يمتقين وما حجين حق ولي ويوغي حجين آذان إنو أفوان بانجلاديش يمعلا باكستان يتقع كور ريس أنا يوحي كميتا يجالي انحراف كقيبي سي كميتا وهو إكاد حاجلوه ورقا إكادي إكادي حاجلوه ورقا لا إكادي إكادي وكان يدينك من كان هذا داية لو هل حقوله داية باي ورقة أنا موك داريك تبليغة حاجي دوبو هذه تبليغ للرعانة مرة بلما خروج كسومري وصوشة جماعة أنا وانا خريي ما يا باطل كنا نقرأ يا ماها إيزو خريي ما يدارو وحنا قانا كهذا يكاد قد يدى السبت حالة مشكلة التبليغ إنه يحليها رباها ويسكتي يقرطاها ويسكتي يقرطاها مشكلة مالي مشكلة الله وسبت حالة جماعة التبليغ مشكلة الله وعلي إنه يحليها رباها وحاوي دعوذي هي حنفية إلا يسكو حرماها منك سوى مركو التبليغ النقضة إن حنفي لقد يقماها منك التبليغ النقضة وهل كان حدون توصل يسوى هاي صادرك وحن مروا ربحناي عبد الحكيم شي عليسو أردينا وانا هين كلاس ميد بان جامعة ده هين كيري أفرزانو أخوك لي صحيح تليه بدلنا وانا لحين انتو سان تبليغ نقوني مرقو نقضي كدي با يروف تا يسوون نمو ونمو يسرعاني بحان قولي شي عبد الحكيم ما حنا فيا كادي انت كلا لقري شافي المر بعد هيد مرنا حانا محنبالي بعد هيد نيو رقاي مرد نيسايين بالان كغهر مالها بولي بالان كغهر بچو
marka ninkii waxaa ka daadacaysa shuyuukhdu iyo odayaashiisii waa xanafiya, isagoo fiqigii xanafiga jirayaad arkaysaa. Uma raacin masaladan ay ku xoog badan yihiin, ninkii daliil ahaan u raacay way fasaxan tahay, madaahibta muslimiinta ay kamid yihiin. Laakiin daaifadii dhannayd madhab xanafiya in lagu xira waa khalad. Laakiin dadaalka kale ay bixinayaan in la wareego dadka diinta loo sheegay arrin wanaagsan wey. Inta waxaa ku gabagabayn oo kale, nin kastoo soo raaca si istaag la leeyahayna khalad wey. Nin soo raaca waxba garanaynin, adna istaag oo dadka usheeg muxuu sheegay waxba ma garanayin. Walidaalika qasaska yaalla ee badanaa gariibka ah waa nin dhaxda kasoo raacay oo adna istaag la yiri. Masaladana waxaa keenay war qofku wuxuu yaqaa sheega maxaymahayaayo ma garanayaa haddaan miisaanka lagu darin, oo nin walba istaag la yidhaahdo. Ta marka dambe daqsiga hooya xawaayna wala dhashaydee dhacday baa ka dhicay. Buugtiin daqsigana walaalanahayo hooyaadeen xaawa ay dhashay kii dadka ku wacdiyo baa ka dhicin. Waxna waxa saasoo kaleeto miiran. Su-aasha kale lay weydiiy ka cusub ka شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا طيب وانا قانا موك داريه تبليغه حاجي دوبو haddii tabliiq la raacana marar badan baa quruuska soo maray. Usuusha jamaacadana waan akriyey, maya baatilkan anqiraya maaha. Maya daaru waxaan aqaanaa ka hadlayay kaasi qadiyada saddexaad ee mushkilada tabliiqu inay xalliyaan u baahan. Waa iska dhigi kartaa, waa iska dhigi kartaa, mushkilad ma leh. Mushkilada laba saddexaad ee jamaacada tabliiq, mushkilada labaad inay xalliyaan u baahan waxaa weeye dacwadii iyo xanafiye in laysku xiro maaha. Nin kastaba markuu tabliiq noqdo in xanafi laga dhiga maaha. Ninkii tabliiq noqdo halkaa xuduunta hoosteeda isagoo haystaad arki. Waxaan mar wada baxnay Cabdixakiim Sheekh Cali Suuf faqatu shay laa yucti, halkaasuu ka imanayaa haddaan waan raacay khuruujka marar badan baan baxay, khuruujyo badan baan baxay, laga soo bilaabay 87 89 marar badan baan khuruuj 4 beriya 4 maalmooda dhowr biloodaan raacay. Waxaan ka hadlaya waan aqaanaa, waan ku tegay muxaadaraad halkan ay ka jeedinayeen ragga ugu waaweyn ee muftiinta oo yimid mufjog baan ka ahaa, laakiin Pakistan iyama tegin, uma xajiyeen xagga weli. Hooyada xajka inay aadaan inuu Bangladesh iyo meelaha Pakistan iyo tagaa ka horeysa anay waxay kamid tahay jahliga iyo inxiraafka qaybihiisa kamid tahay. Xaji dhuo waan aqaan, ikaadi xaji dhuo waan aqaanaa, ikaadi kariya diinka ninka hadlee daaye inuu hadla xaq uu leeyahay daaye. Waa way dib u xisaabtantay, intaasoo saraana soo martay dibna isu sixi mayno, wixii qalad ahaana dib u xisaabtay maynana khalad wey. Xarakadu miisaankeeda cilmiga iyo barashada ha ku darto. Dadkan diin baa la gaarsiin, diintii waa in la yaqaanaa. Dadan diintii aqooni, dadka baatil baad gaarsiin. Cudurka labaad ee xarakada haysa khuraafo wey. Qofka bii-ada uu joogaa saamaysa, laakiin usuusha xarakadu khuraafo dariiqooyina wey. kitaabka ugu weyn ee la akhriya soo Maxamed Yuusuf Alkandahalow kitaabkiisa Xayaatu Saxaaba maaha. Maxamed Yuusuf Alkandahalow aabihii qabrigiisa waa la caabudaa. Maxamed Yuusuf Alkandahalowna qabrigiisa waa la barakaystaa. Waa maxayna ku aasan yihiin xarunta ugu weyn ee ay leedahay jamacadu tabliiq leedahay. Kuwa ka yimaada Asia, ka yimaada Bangladesh iyo Pakistan, 20 qodob iyo xidad iyo xisibaa u xiran. In isagiiba ilaahay khayrkii baryayay wuxuu dad u gaarsiinayo malaha. Saa darteed dadkii yaan lagu lifaaqin dacwada la wado dadka waxaan ha lagala hadla, dadkii dacwada waday haddaan shirkigii laga sixin maxay saxayaan. Shukran ya rabbi shukran.
قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا بعض الشدايا كورا جماعة التبليغ جماعة التبليغ ورد المسلمين تكمدا وحنا كصحا وحبلا نكو قلدا إلي الدلالان ويوريقان ويددك الدعوية الدين قارسياني وحوان أكسنوي لكن وحاها بون وحددك اللي قارسين يوا دين دين تيلا برطيه وبعانده كل المشكلة وعلى وسط حرموذ وي سرد الكوبات أقوان دره ومركي هنا أقوان دره هذا هو أساسي محمد إقبال لقصه بالله كله محمد إقبال هو أساسي وعلى جهل هو أساسي وصوش هذي هوري ودجينا يينا على جهل بل ودجيه كتب توضع هذا أخردان أما التاريخ هذا أخردان أو أغانيسان سألة حركة انتي دي بصور نقطة أردين وانا هين كلاس ميد بانش عم عادة هين كري أفرزانو أخوان كالية صحيح تلي أبدان نوان لهين انتو سان تبدغ نقونين مالكو نقضي كدي بان يروف تا يسوون نمو نمو دي إسرعاني بها قولي شعب الحكيم ما حانا فيا كادي انتي كلا لقري شافر مر بعض هيد مر نحانا محنبالي بعض هيد نيو رقايقي مرد يسايهين بالان كغهارا مالا هاولي بالان كغهارا بچو marka ninkii waxa ka dhaadacaysa suuqdii iyo riyaashkiisii waa xanafiya isagoo fiqiga xanafiga jiray arkaysa war raacin masaladan ay ku xog badan yihiin ninkii dilid ahaan u raacay way fasaxanta madhabta muslimiinta ee kamid yihiin laakiin taayfada ee tanayd madhab xanafiya in lagu xiro waa khald laakiin dadalka kale ee xiraya in la wareego dadka diinta loo sheegay arin wanaagsan way inta waxa ku gabagabeyn oo kale nin kastoo soo raacaasi istaag la leeyahayna khalad weyn nin soo raaca waxba garanaynin adna istaag oo dadka u sheeg muxuu sheegay waxba ma garanayn